أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن التنمية البشرية، وهل التنمية البشرية دي مفيدة في حياتنا ولا مش مفيدة؟ إيه استفادتنا من التنمية البشرية؟ إحنا بنقول التنمية البشرية هي أحد عوامل النجاح اللي إحنا بننجحه في حياتنا. طب ليه؟ إحنا بنطور نفسنا. طب هل تطويرنا لنفسنا ده بيفيدنا احنا ولا بيفيد اللي بنتعامل معاه؟ الناس تقول لا، بيفيد اللي بتتعامل معاه عشان تبقى طريقتك اسهل في المعاملة. طب ما هو اما طريقتي تبقى اسهل في المعاملة وابقى بفيد اللي بتعامل معاه، اكيد انا كمان هستفيد في حياتي وفي شغلي من التنمية اللي انا بنميها لنفسي. في ناس كتير معترضة على التنمية البشرية، عايزين نسمع آرائكم ونرد برأي التنمية البشرية. انتظرونا.